الانصراط التي تعاني بلديتها فعليا نتيجة استمرار منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة ومع توقف آليتها بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه وتقديم الخدمة بالنسبة للمواطنين وعدم قدرتها على القيام بواجباتها الخدماتية نتيجة نقص الوقود، فيما تعاني أيضا البلدية من توقف جزء لمضخات الصرف الصحي وترحيل النفايات. وهذه الأزمة التي ستتفاقم حيال استمرار منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة تنظر بكارثة إنسانية إضافية وتصعب مهام فرق البلدية العاملة في الميدان. ويذكر أن تحديدا الانصراط ومخيم الانصراط كان تعرض لهجمة إسرائيلية كبيرة جدا أدت إلى تدمير بنية تحتية كاملة. حجم دمار كان هائل وكبير وكان منع لإدخال المعدات الثقيلة اللازمة للتخفيف من وطأة عمل تلك الطواقم، فيما يعني تواصل البلدية جاهدة تقديم الخدمات لصالح المواطنين محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي كارثة إنسانية ستتواصل في الانصراط. يبقى معنا من تلك المنطقة المهندس محمد الصالحي مدير مكتب رئيس بلدية الانصراط. أهلا بك مهندس، صباح الخير. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة أستاذ ريم، أنت وجميع مستمعين الكرام في فلسطين المحتلة. أهلا بك مهندس. يعني نتحدث بداية عن الحالة الإنسانية وقد تكون هي الأبرز والأهم فيما يحدث تحديدا في قطاع غزة، ولسيما تصف لنا الوضع والحالة الإنسانية في الانصيرات على وجه الخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نتحدث عن الظروف الإنسانية في مخيم النصيرات فيجب أن نوضح أن مساحة مخيم النصيرات لا تتجاوز مساحته 10 كيلومتر مربع، وعدد المواطنين الذين يقطنون مخيم النصيرات حسب آخر إحصائية قبل الحرب يصل إلى 100,000 نسمة، أي أنه في الوضع الطبيعي وبتقسيم عدد السكان على المساحة المذكورة فإن كل متر مربع في النصيرات يتسع إلى 10 مواطنين فقط. وهنا نوضح أن مخيم النصيرات يعتبر من ضمن أكثر المخيمات تكدسا على مستوى فلسطين المحتلة. وأما مع بدء العملية العسكرية قبل 8 أيام تقريبا على مدينة رفح فإن النصيرات باتت تعج بأكثر من 300,000 مواطن ونازح من مختلف أنحاء قطاع غزة، وأن زيادة هذه الأعداد داخل مخيم النصيرات يتطلب منا كبلدية اليوم مضاعفة الجهود في ظل قلة الإمكانيات وعدم جهوزية شبكة البنية التحتية لاستقبال مثل هذه الأعداد من النازحين نظرا لتدمير الاحتلال الإسرائيلي لشبكة البنية التحتية في النصيرات، وخصوصا بعد العمليات العسكرية التي شنها الاحتلال على مناطق شمال وشرق مخيم النصيرات. وطبعا في ظل استمرار واستباحة الاحتلال لكل مقومات الحياة لا زالت إسرائيل تشن حربا همجية وإبادة جماعية على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث حول جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إلى منطقة منكوبة بتدميره واستهدافه لمختلف المرافق المدنية والإنسانية، حتى أصبح قطاع غزة يفتقر اليوم إلى أبسط أنواع الخدمات ويعيش كارثة صحية وبيئية كبيرة وبيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة. وقد تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية العمل على تدمير كافة سبل الحياة الإنسانية ومنع وصول المياه والوقود وقطع الغيار، وكذلك تدمير شبكة المياه والكهرباء وشبكة الصرف الصحي واستهداف وتدمير الطرق وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي، وكذلك الاستهداف المباشر للآليات العاملة في قطاع جمع وترحيل النفايات وكذلك الآليات والمعدات الثقيلة التي تعمل على إزالة الركام. طبعا كل ما ذكرته سابقا وبالرغم من قلة الإمكانيات الموجودة لدى البلدية والوشوق الاقتراب من نفاذ الوقود فإن ذلك ينذر بتوقف خدمات البلدية في حال لم يتم توريد السولار اللازم لعمل البلدية. نعم مهندس، إذا كنا نتحدث فعليا عن هذا التكدس وهذه الأزمات المتفاقمة في النصيرات كما أشرت، يعني الآن نحن على المحك فيما يتعلق بتوقف آلياتكم تماما عن العمل، توقف عمل يعني مياه صرف الصحي، تقديم المياه، تدفق المياه ومضخات المياه، كل ذلك ينذر بتفاقم فعليا الأزمة الإنسانية هناك، وهذا سيصل إلى توقف خدماتكم برمتها عن منطقة النصيرات. نعم
طبعا كما أوضحنا أنه منذ بدء العملية العسكرية على مدينة رفح وقيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر رفح منذ 8 أيام تقريبا، حيث أثر ذلك سلبا على منع إدخال الوقود اللازم لعمل البلديات، وكذلك منع تدفق المساعدات والبضائع التجارية لقطاع غزة. وهنا نوضح أن بلدية النصيرات بالأمس قد حذرت من توقف خدماتها الأساسية خلال 48 ساعة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي وآليات جمع وترحيل النفايات، وبالتالي سيتم إيقاف ضخ المياه في الشبكة وعدم المقدرة على تشغيل المضخات اللازمة لتصريف مياه الصرف الصحي، وكذلك عدم تمكن البلدية من تشغيل آليات جمع وترحيل النفايات، مما يؤدي ذلك إلى تكدس النفايات في الشوارع، وسوف يؤدي ذلك إلى حدوث مكارث صحية وبيئية خطيرة وانتشار الأمراض والأوبئة، نظرا لعدم مقدرة البلدية على إزالة هذه المكارث. نعم. وأننا في بلدية النصيرات نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي كارثة إنسانية ستقع في أي لحظة بسبب نفاد الوقود كونه الشريان الرئيسي في عمل البلديات، حيث يعد ذلك جريمة حرب تتنافى مع كافة القوانين الدولية والإنسانية. كما ونطالب كل مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والسريع لإعادة فتح معبر رفح كما كان عليه سابقا، وتوريد الوقود اللازم لعمل البلديات حتى نتمكن من إعادة تقديم خدماتنا بالحد الأدنى على صعيد تشغيل أبار المياه ومضخات الصرف الصحي وآليات جمع وترحيل النفايات والمعدات الثقيلة. أما فيما يخص النفايات للتوضيح، فقد تراكم في المكبات العشوائية والشوارع وحول مراكز الإيواء فقد تراكم ما يزيد عن 22,000 طن بسبب شح الوقود وتدمير عدد 5 من آليات البلدية الذي يعمل معظمها في جمع وترحيل النفايات. وهنا أيضا نحذر من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير، نظرا لتشكل المكارث الصحية والبيئية في المسيرات الناجمة عن عدم ترحيل النفايات إلى مكب صوفا الشرقي الموجود شرق محافظة خان يونس. اليوم يتم ترحيل النفايات إلى مكبات مؤقتة داخل مخيم النصيرات، ولا نستطيع الترحيل إلى المكب الرئيسي الموجود شرق محافظة خان يونس. طبعا بالرغم من قلة الإمكانيات واستهداف الآليات العاملة في قطاع جمع وترحيل النفايات، ضاعفت البلدية من جهودها في الارتكاز على تشغيل وزيادة عمال الكرات وهم صناع الجمال الذين يقومون بجمع وترحيل النفايات من خلال الكرات التي تجرها الدواب، وذلك نظرا لعدم المقدرة على تشغيل الآليات المتبقية بالسولار بسبب اقتراب نفاذه. هذه الصعوبات مهندس تأتي أيضا في إطار حجم الدمار الذي كانت تعرضت له بلدية النصيرات في ظل الحديث عن دمار هائل في البنية التحتية عاقت وكانت أحد العوائق الكبيرة جدا لعمل طواقمكم في الميدان، وحاولتم جاهدين تجاوز فعليا هذه العقبة عبر رزمة من التدخلات التي قمتم فيها كبلدية، ولكن اليوم نتحدث عن مخاطر فعليا توقف الخدمات التي ستقدمها البلدية في غضون 48 ساعة مقبلة. انعكاسات هذا الموضوع وكيف تعملون في إطار تدمير وفي ظل تدمير البنى التحتية برمتها في النصيرات؟ طبعا مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه 221 على قطاع غزة، كان حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وممتلكات بلدية النصيرات كبير جدا. وهنا نلخص أبرز الأضرار والمشاكل التي واجهت البلدية اليوم. من بين الأضرار، تم تدمير نحو 27,000 متر مربع من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى 5 ميادين وتقاطعات رئيسية، وكذلك تم تدمير 12 بئر مياه ونحو 4,250 متر طولي من شبكات المياه وعدد 15 من محابس المياه وكذلك عدد 2 من محطات التحلية. بالإضافة إلى ذلك تم تدمير عدد 10 من مولدات الكهرباء التي تعمل على تشغيل المولدات لضخ المياه في الشبكة، وكذلك تم تدمير عدد 6 من أنظمة الطاقة الشمسية التي تخدم مرافق البلدية. بالإضافة إلى ذلك تم تدمير نحو 5,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتم تدمير محطتين من محطات الصرف الصحي. بالإضافة إلى ذلك فإن مياه الصرف الصحي اليوم تطفح في بعض شوارع النصيرات نتيجة شح الوقود وتدمير الاحتلال لخطوط المياه والصرف الصحي الرئيسية ضمن استهدافه المتعمد للبنية التحتية كما أوضحنا بالإحصائيات. وكذلك تعطلت آلية الجفر الوحيدة الموجودة في المحافظة الوسطى وهي التي تقوم بكسح وتسليك خطوط الصرف الصحي،
واليوم تقوم طواقم الصرف الصحي ببلدية المسيرات بمعالجة إشارات طفح الصرف الصحي بواسطة الأسياخ، وهنا يتعذر على طواقم البلدية معالجة الخطوط الرئيسية العميقة نظرا لعدم مقدرتهم على معالجتها بواسطة الأسياخ. وهنا نحذر من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة الناتج عن تشكل المكاره الصحية بسبب تفرح مياه الصرف الصحي في الشوارع. طبعا في الختام وأمام هذه الأعباء الكبيرة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا، فإننا نطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل وإنقاذ ما تبقى من الحياة الإنسانية في قطاع غزة التي كفلها القانون الدولي، والعمل على توفير احتياجات البلدية وخاصة السولار بكميات كافية كي نتمكن من تشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي وآليات النظافة والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وانتشال جثامين من هم تحت الأنقاض. نعم. بالإضافة إلى العمل على إدخال آليات والمعدات الثقيلة اللازمة لإصلاح خطوط المياه والصرف الصحي الرئيسية، والإسراع في توفير ودعم المشاريع لإعادة إصلاح المرافق والبنية التحتية التي تدمرت بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل، كما وندعو دول العالم الحر وكافة المنظمات الحقوقية والعالمية والأممية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بالضغط على حكوماتهم لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل، وإنقاذ القطاع من الكارثة الصعبة التي لحقت به نتيجة العدوان. نعم، أشكرك جزيلا المهندس محمد صالحي مدير مكتب رئيس بلدية النصيرات.